معانا الاستاذ يوسف بدري مساعد رئيس تحرير مصر يوم. اهلا بك يا فندم. استاذ عمرو مساء الخير، اهلا بحضرتك. كيف توصلت الاجهزه الامنيه لمكان المستشار او القاضي؟ هو بالفعل بمجرد صدور قرار من النيابه العامه بمخاطبه مجلس الدوله برفع الحصانه على المستشار ايمن حجاج، الاجهزه الامنيه تحركت. كان فيها عن طريق استخدام التقنيه الحديثه معرفة آخر تحركات للمتهم الثاني في هذه القضية، حيث رصدته الأجهزة الأمنية أنه هو تنقل بين 4 محافظات: جيزة، القاهرة، ثم الإسكندرية، ثم مدينة السويس. باستخدام التقنيات الحديثة، في أكثر من تقنية حديثة استخدمتها وزارة الداخلية في الوصول للمتهم، خاصة أن المتهم كان حريص جدا في تنقلاته، وكان يستبدل شرائح هاتفية جديدة، وبل أنه هو دمر بعض الشرائح القديمة اللي كان بيستخدمها وتخلى عن هواتفه المحمولة. تم رصده وصوله مدينة السويس الساعة 7 صباح اليوم اللي اتقبض عليه. الأجهزة الأمنية كانت منتظرة تحركه، لكن تم القبض عليه فجر اليوم اللي هو وصل ليه مدينة السويس. كان موجود لدى صديق ليه صاحب شركة استيراد وتصدير في مدينة السويس، تم القبض عليه. بمجرد دخول الأجهزة الأمنية اللي كانت موجودة، وكان قوام القوة الشرطية اللي كانت موجودة 20 ضابط من قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام ومباحث الجيزة ومباحث السويس، ما كانش في أي مقاومة من المتهم الأول في هذه القضية. سلم للأجهزة الأمنية سلاحه والطبنجة المرخصة ليه، سلم الحقيبة وسلم نفسه للأجهزة بمجرد وصولها، يعني ما كانش في أي مقاومة. على طول تم اصطحابه مرة تانية للجيزة، وبدأت النيابة العامة التحقيق معاه، والنيابة العامة طلعت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه وآخر في القتل العمد. طيب يعني يا أسري، احنا عندنا أيمن حجاج القاضي ده اللي قتل، وفي التاني اللي هو ساعده في هذا الأمر، في كلام على إنه في حد تالت، هل في حد تالت فعلا؟ وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من النيابة العامة، احنا لدينا 2 متهمين في هذه القضية: المستشار أيمن حجاج ويوجه ليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتاني حسين الغرابلي اللي هو المقاول، واللي النيابة العامة طلعت بيان بالأمس مستفيض بتشرح فيه ليه؟ إن احنا نفس القصة اللي كنت بتكلم فيها أستاذ عمرو، قصة الهبد وقصة المناضلين وقصة البلوجر وقصة السوشيال ميديا اللي شغالة في القصة دي، احنا طوال ال3 أيام اللي فاتت شفنا شهادات على الفيسبوك من أسرة حسين الغرابلي تتحدث إن هو ليس له علاقة بالموضوع، وإن هو شاهد، وإن هو ملوش علاقة بالموضوع، والأمن خفيه. النيابة العامة ردت في بيان واضح أن المتهم الذي تقدم ليه قال أنه شاهد الجريمة، بل النيابة العامة قالت في بيانها إن هو اشترك ودفن مع المتهم الأول المدني عليه، دفنها سويا هما الاثنين، وإن هو اشترك، وإن المتهم المستشار أيمن حجاج يعني قال له إن هو ناوي يقتل الإعلامية شيماء جلال قبلها بـ2 شهر، وإن هم عملوا مخطط مع بعض واتفق على تنفيذه، وبعد التنفيذ هو ساعده في دفن المدني عليه فتحول إلى شريك أساسي. كمان النيابة العامة في بيانها قالت إن المتهم بعد استخراج جثة المدني عليها أرشد بمعلومات تفصيلية عن الجريمة. كمان النيابة العامة نشدت المواطنين في فكرة إنه ده قاضي ما حدش هيقدر يقرب منه. النيابة العامة بتتكلم إن هي هدفها تحقيق العدالة الناجزة وفقا لبياناتها، لا تنظر لهوية الأشخاص المتهمين في القضية، مش عشان مستشار فهيطرمخوا على القضية، ده بالبلد ده ما جاش في البيان، لكن ده مضمون البيان. النيابة العامة قالت إن الإجراءات تم اتخاذها، ومش في القضية دي، في كل القضايا وفقا لكل قضية، خاصة إن احنا يا أستاذ عمرو بنتكلم على حاجة في تحقيقات النيابة. تحقيقات النيابة في الأساس سرية،
لكن في النيابه العامه اللي بتعمله وفقا لاداره البيان في حاجه اسمها العلنيه النسبيه، ان انا اقدر اطلع المتاح من هذه التحقيقات، وفي نهايه كل بيان من البيانات الثلاثه اللي اصدرتها النيابه العامه في هذه الواقعه بتتكلم ان التحقيقات شغاله. يعني في البيان الاول شرحت ان المستشار بلغ بغياب شيماء جلال وقال ان هو سابها قدام مول تجاري وقالت له ان هي رايحه الكوافير، وده اللي قلناه يوم الاثنين اللي فات. تبين للأجهزة الأمنية إن الرواية دي رواية مكذوبة، إن هي كانت في الكوافير معاه وهي خرجت من المول التجاري اللي كان موجود معاه، وده اللي خلى التحريات تشتغل. والتحريات جات من اللحظة الأولى إنه الواقعة وراها شبهة جنائية، خاصة الاختفاء تم يوم 20 والبلاغ تم يوم 27، يعني بعد سبع الاكتشاف القصة يوم 27 بعد 6 أيام. احنا بنتكلم على الواقعه دي، الاجهزه الامنيه قالت ان في شبهه جنائيه مجهود. وقالت انه في 2 متهمين، حددت المقاول. بمجرد الملاحقه الامنيه للمقاول توجه من تلقاء نفسه وسلم نفسه للاجهزه القضائيه. لكن هو حس لما حس ان الدنيا بتضيق عليه والامن بيلحقه في الاماكن دي، بدا ان هو يختلق حجه ان هو كان موجود في الساحل الشمالي. الكلام ده غير صحيح، وان هو هرب، لا هو كان موجود وكان متفق مع المستشار وكان هياخد مبلغ مالي نتيجه ان هو فاعل اصلي وشريك اساسي. استاذ يسري البدري، مساعد رئيس تحرير جهه مصر يوم، بشكرك شكرا جزيلا.